مرحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع بعض بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنميه الصناعه والرؤيه المستقبليه اللي بتتبناها الدوله لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الاجمالي، وكمان زياده حجم وجوده الصادرات الصناعيه. وجه سيادته بمواصله جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمه للاستثمار الصناعي. وبعيدا عن الصناعة وإلى الزراعة، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مداخلة مع وفد كبير من الإعلاميين خلال جولة سيادته في منطقة توشكا. أكد سيادته أن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد لخطوة واحدة من خطوات كثيرة جدا يتم تنفيذها. شدد أيضا على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، ولكن في كل مكان، في توشكا وفي شرق العوينات وأيضا في سيناء. الرئيس السيسي قال أيضا أن بيتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية اللي بتتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية. ووجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، خاصة من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، وتم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات. ووجه سيادة الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكا، وأكد سيادته إن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد خطوة واحدة من خطوات كتيرة بيتم تنفيذها. وشدد سيادته على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، ولكن في كل مكان في توشكا وشرق العوينات وسيناء، وقال إنه بيتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث. امبارح ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود اللي بيقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوي لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التي تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الاجتماعية بعد انتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطني، تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة مودة لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وده من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة. يهدف البرنامج لتوعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعرفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة، والتعامل مع كافة المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري.